مش هبطل معافرة. عم جمال واصف شغال لي 15 سنة في المهنة زي ما حضراتكم شايفين، بيخيط الأحذية على ايديه وبيقول علمت بنتي الوحيدة كلية عالية وهي استثماري. اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي موقع مصر، معاكم محمود حسن صحفي الموقع من محافظة سوهاج. مهنة خياطة الأحذية زي ما حضراتكم شايفين مهنة شاقة. عم جمال واصف قال لأ، مش هقعد في البيت، مش هستنى ابني ولا بنتي حد يصرف عليا، لأ ده أنا هشتغل بإيديا وهبقى نموذج للشباب المكافح، نموذج للشباب اللي كله شايفه قاعد ومستني وظيفة حكومية وظيفة عالية. عم جمال واصف زي ما حضراتكم شايفين بيخيط بإيديه طول النهار، هو مكانه هنا الوحيد هنا في محافظة سوهاج. محافظة سوهاج تشهد ليه بأنه راجل محترم وبيعرق وبيجيب قرش وجنيه من عرق جبينه. خلى بنته أخدت كلية تعليم عالي وهو ده استثماره الوحيد اللي دايما بيتشرف بيه. أهلا بيك عم جمال واصف على موقع مصر، بنرحب بيك في هذا البث مباشر وفرحانين بيك يا عم جمال. عرفنا بنفسك ومنين شغال الشغلانه دي؟ والله انا يعني دي يطلع بتاع 15 سنه شغال في المهنه دي، والحمد لله يعني اديني قاعد في الشارع والحمد لله بكسب والشغل يعني عندي الحمد لله. يعني في ناس عندها المكن وبتشتغل عليه عادي، لكن انا اديني قاعد في الشارع وبشتغل عادي. يعني عم جمال ليه اخترت المهنه الشاقه دي انك تخيط الاحذيه بايديك؟ رغم ان هم في العاده او الناس بتقول ان دايما الخياطه بالايد بتكون اقوى من المكن. صح صح، اقوى من المكن فعلا، لان الخياطه في خياطه سحريه وفي خياطه عاديه. يعني الصنايعي بيشتغل خياطه نظيفه وبتعيش في رجل الزبون، يعني دي حاجة كويسة، والزبون بإيدي على طول واخد لي بالك، بيبقى بالاستمرار معاه وبديله ناس كتيرة وبيشتغل والحمد لله. يعني وريني الخياطة السحرية اللي أنت بتقول عليها في الكوتش اللي حاطك ماسكه ده، ولا إيه الخياطة السحرية؟ لا دي خياطة عادية. عرفنا كده نظام الشغل عندك إيه؟ دي خياطة عادية. آه فين السحرية بقى؟ السحرية بتبقى مثلا إيه؟ متضارية، تفتح لها في النعل وتبقى متضارية، دي خياطة عادية كوتش بس. رغم ان حضرتك شغال فيه ده شايف ان شكله حلو في نفس الوقت طبعا، كاسب ومظهره بيكون زي الجديد بالظبط. يعني الحمد لله. يعني بقى عن الأسرة بتاعتك يا عم جمال، عندك كم ابن وكم بنت؟ انت بتقول بنتي ما شاء الله هي استثماري الوحيد في الدنيا اللي علمتها تعليم عالي. هي طلعت واخد بالك من سنة أولى ما سقطتش ابدا وبتندح على طول، مع ان ايدها عرسان كثير رفضتها، وكانت امبارح في المنيا من يومين كانت عايزه تعمل تاخد سنتين الماجستير او الدبلومه اللي هي بعد الكليه. الدبلومه. انت مصر يا عم جمال تساعدها وتدعمها مبالغ ماليه دايما في مرحلتها الدراسيه، مش هتسيبها يا عم جمال؟ طبعا. فهي قالوا لها هناك يعني اختبروها وكل حاجه وبقت كويسه يعني هناك، فقالوا لها المنيا زي اسيوط، فدلوقتي هي اختارت اسيوط تاخد سنتين حتى تطلع ايه تتوظف، بدل ما هي هتقعد في البيت تتوظف، حتى لها عريس يقول ده موظف. فانا يعني دلوقتي ما اقدرش اسيبها، اخواتها بيشتغلوا صحيح، واللي اشتغل اي واحد فيهم
يعني بياكل ويشرب وبيشيل فلوس ويعمل جمعيات والحمد لله. ما اقدرش انا اقصر معاه. عم جمال، في معوقات او حاجات قابلتك فيها مشاكل في المهنه دي من ساعه ما انت اشتغلت من 15 سنه؟ يعني انا الصراحه شايفها مهنه شاقه انك تقعد طول النهار في مكانك ده في محافظه سوهاج والناس كلها عارفاك هنا. عم جمال طبعا انا يعني صحيح سافرت للعراق في الاول وحصل الغزو ده، فانا يعني ردحت على بلدي لاني لقيت الغزو، وبعد كده هو صعب ان انا اقعد. وبعديها بشويه سافرت للكويت، شفت حظي قعدت شويه كم سنه وردحت لاني السن كبر برضه وهناك العماله. كم سنه دلوقتي عم جمال؟ انا عديت 65 واخذ معاش يعني، والحمد لله هدينا اشتغل لحد ما اتجوز بنتي واواصل معاها لحد ما تتجوز يعني وكده، فما اقدرش اسيبها يعني. الحمد لله اشتغل يعني دلوقتي يعني شغال الحمد لله، والشغل كثير بس اللي اشتغل الشغل كثير. الشغل كثير بس اللي اشتغل بس اللي اشتغل بس اهم حاجه اللي هو ايه يكون صنايعي، مش لان ده سلاح يعني شاف السلاح ده ممكن يخش في ايده، وده ابره ليها هل يعني لو دخلت في ايده هتعمل. ده اسمه السلاح ده يا عم جمال؟ دي ابره الماني. ابره الماني وده يد المونيا ليها مفتاح غلوان بيتفكه منه تطلع الابره لو خل انتهت نركب جنب الابره دي. دي الأداة الوحيدة اللي حضرتك بتشتغل بيها؟ هي الوحيدة. طول النهار؟ طول النهار. وفي برضه شغل ثاني، في شغل ثاني واخد بالك؟ يعني زي الفراشة دي، هي الفراشة دي اسمها فراشة. بس في شغل ثاني يبقى لي فراشة. ممكن يتخيط واخد بالك بالإبرة العادية. إبرة الخياطة العادية، فاش أي مشاكل. هذا متابعينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع مصر، وتغطية جديدة وبث مباشر جديد مع عم جمال واصف. عم جمال واصف عنده 65 سنة ولسه بيعافر، ليه 15 سنة في المهنة دي، مهنة تخيط الأحذية على إيديه زي ما حضراتكم شايفين. في خياطة سحرية وفي خياطة عادية، السلاح الوحيد والحاجة الوحيدة اللي هي الأداة المستخدمة في المهنة دي هي الإبرة. الإبرة زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا منه إن هي ألماني، ومش سهل إن أي حد يستخدمها بطريقة عادية كده، لا لازم تكون صنايعي ومحترف كمان في المهنة وليك فترة وخبرة اشتغلت فيها. عم جمال اسمح لي اسالك سؤال، شفت ازاي قصه كفاحك؟ سافرت العراق، سافرت هنا واشتغلت هنا واشتغلت هناك، وفي الاخر استقريت على المهنه دي، يعني شفت ازاي الفرق ما بين العمل في الخارج والعمل في هنا، ونصيحتك للشباب اليومين دول؟ انا كنت مرتاح يعني لما طلعت من العسكريه 1/1/85، رحت العراق وكنت مستريح فيها، كان فيها شغل مهنتي جزماتي في الشارع الرشيد واخد بالك، وكنت شغال ومرتاح وكنت بكسب واكل واشرب. ودي بعد كده حصل اللي حصل ده، اعتداء على الكويت. اضطريت ترجع بقى؟ فاضطريت، من الاكل يعني ابتدى يقل واخد بالك، وما فيش شغل، فالمصارع ابتدت تقف. وابتديت بقى الشغل هنا من 15 سنه في مكانك ده. وديت واخد بالك اشتغلت شويه ايام في الأحذية. الأحذية دي هي اشتغلت شوية أيام، وبعد كده قلت أدرب نفسي في الكويت. سافرت الكويت فيها شغل وفيها كل حاجة يعني والحمد لله، بس الإنسان السن برضو ليه حكم. ليه حكم والله. يعني أنا ساعة ما سافرت للكويت كان عندي 45 سنة،
قعدت جوازي يمكن 7 سنين ولا حاجه وردحت. فالحمد لله ابتديت اشتغل في المهنه دي هاي. يعني ولكن يعني عجبك شويه عن بره مثلا؟ يعني العمل داخل الوطن او داخل محافظتك داخل مكانك وبين اهلك وبين اهلك بيكون افضل من انك تشتغل بره وبفلوس اكتر؟ هنا امان وفي شغل والحمد لله. بلدي كويسه، بلدي كويسه يعني الحمد لله، في شغل وفي اكل والواحد يروح بيته وسط عياله ياكل ويشرب ويبقى مستريح افضل يعني من الغربه. يعني الحمد لله الحمد لله. متابعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعه. كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن، الى اللقاء. Thank you.